أجلاء، سيد قاسم موسى الأعرج، سيد قاسم الأعرج راح يجون وفد اللي هنا احتراما وتقديرا للبنتين إن شاء الله وتقديرا لهاي العائلة، راح يجون يريدون يشوفون الإرهاب وليش مستهدف هاي العائلة خاصة هاي العائلة، وبعدين بشكل عام بنتين فعليها احنا راح نستقبلهم ذاك الاستقبال الحلو وننتظرهم أسهم مطار وطيارة جوية، وأعتقد الدقائق أوصل من ديالة وجايين وأهلا وسهلا رحم الله والدين. يقوم بالنسبة لأخواننا المقاتلين من بني تميم اللي كلهم جايين نستقبلهم هنا للوزراء، وحتى يشوفون جنود بني تميم شنو قوة بني تميم. احنا ما جايين نشتم والدينا رحم الله والدين، احنا جايين نقاتل ان شاء الله، نقاتل الارهاب ان شاء الله، نقاتل الارهاب وناخذ ثار امامنا. الله يسلمك ويعزك ويعزك كل المحافظات، لو نبقى شهر هنا ما نمشي. الله يسلمك ويعزك، الله يسلمك كل المحافظات تصبر. قلنا لهم ترى امامنا بني تميم بدياله، وانتم تدرون دياله تشكل ثلث سكانها هم بني تميم، ولانه هاي مو اول وحده شيخ. لا والله مو اول ثالث وحده هم على عمامنا هاي يريدون يفرقون عوائل مرتبطه بهاي العائله، وتدرون هاي العائله لما تشمل بني تميم بشكل خاص ولما تشمل كل العوائل اللي موجوده هنا بالمحافظه اضافه الى كل المذاهب، ما عندهم فرق بين المذاهب الاخرى، فهم شلون يريدون يفرقون هاي العائله وما يريدون يخلوها على اتصال ويا المذاهب الاخرى. احنا ان شاء الله يا عمامنا احنا بنروح بالدم ان شاء الله على العهد باقيين، احنا على العهد وبنروح بالدم احنا لاخر لحظه. رحم الله والديك، احنا هسه راح نستقبل الوزراء وعندنا مطالب عليهم اللي رادوا ينفذونا اياها احنا نخليهم هنا على روسنا، واحنا نتعاون وياهم نتعاون ويا الاجهزه الامنيه وشلون يريدون ما عندنا مانع. اما اذا ما هذا لا والله احنا ناخذ حقنا، احنا ناخذ حقنا بديه. نعم نريد بس وعود يجون يدون العذر رحم الله والدين، النتيجه دون النتيجه رحم الله والدين. احنا ان شاء الله نريد فعل، نريد فعل وراح نطلب فعل قريب، فعل قريب ايام محدوده رحم الله والدين. احنا ما نستحب منا اذا ما يكون حقنا يسلمك، وخلونا ايام محدوده ان شاء الله ان شاء الله ناخذ العهد ان شاء الله بزود كل عمامه. الله يسلمك سلمك ويعزك. لبقتها يمكن اربع خمس مرات وانا في ظن الشيخ. اي يا شيخ احسن ظنك. الله يسلمك ويعزك، تعبناك وتعبناك. شيخ العزيز احنا البارحه ادينا الواجب وياك وقرينا الفاتحه. الله اليوم احنا جايين اخاذه حي. سلمك. واحنا حاطين قول وفعل. اسلم. البارحه وعدناك بالليل من جينا قلنا لك احنا باكر 13 الظهر احنا يمك. صار هذا الكلام لو ما صار؟ احنا وفينا بوحدنا. عليكم السلام ورحمه لا اشتري بمية مرة. لا هذا هو.